ومن يبحث عنها من مهاجمين تيسري. كرة تلعب أمامية، خروج حارس المرمى الغير موفق، أهداف، هدف أول لمصلحة الفيصلي بتقدم الهفوات والثغرات. تحضر أفراح الفيصلي لربما من الجانب الدفاعي. هكذا إذا محمد الدوسري يسجل أول أهداف المباراة، أو محمد أحمد يسجل أول أهداف المباراة مع فرحة الحارس علي عبد الله. إذا الفيصلي يسجل من الكرة الأولى، من المحاولة الأولى، مع كثير من التعجب والاستفهام من مدرب الفريق فرناندو. ربما الشمري يحاسب عليها كثيرا برمية جانبية لم يوفق معها في الخروج. من بدري حسمها، من بدري حسمها، هو يفكر في الخروج قبل تنفيذ الرمية الجانبية. وتحضر الأخطاء بمشاركة مدافعي النصر، وربما اللمسة الرأسية الأخيرة.